مرحبا بمشاهدي اوريزون تي في. اشنو نديرو باش ما نحسوش بالجوع والعطش خلال هذا الشهر المبارك؟ نشربوا الماء، ما يكونش بارد بزاف، على الاقل 8 الكيسان على فترات متفرقه بين الفطور والسحور. نقسموا وجبه الفطور وناكلوا بشويه على الاقل 20 دقيقه. اهم وجبه هي السحور. كونوا اكيدين اذا تناولتوا الخضر والفواكه الجافه او الطريه اللي غنيه بالماء بحال البطيخ او الدلاع، او اللي غنيه بالالياف بحال الخيار خيزو ولا الموز، ما غتحسوش نهائيا بالجوع والعطش في اليوم الموالي. ونقول لكم فطور شهي وتقبل الله صيامكم.